السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. لو لسه لأول مرة تشوف القناة، يا ريت تدوسيلي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله أول بأول. النهاردة يا حبايبي هنعمل حلوة سهلة وسريعة وبسيطة ومقاديرها اقتصادية خالص، وان شاء الله المقادير بتاعتها تكون متوفرة عندك في البيت. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد بجد تفتح النفس. جهزي كوباية الشاي بتاعتك بقى وتعالي احضر معايا الفيديو بتاع الحلوة، وقوموا بسرعة نفذيه، هتلاقي نفسك عملت احلى حلوة لولادك. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد تحفة، وكمان مستوية من تحت بصوا، وهاشة وتدوب في البق على طول. كمان هوريكم شكلها من جوه دلوقتي. بصوا قد ايه دايبه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله المقادير بتاعته تكون سهله وبسيطه عليكم. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها قد ايه سهله وبسيطه. اول حاجه هستخدمها معاكم هنا كوباية من السكر البودر، لازم تطحني كويس خالص وتنخليه. هنحتاج كوباية، وكمان هنستخدم نص كوباية من الزيت ومعلقتين كبار من الزبدة، وهستخدم بيضة واحدة بس، ودول تقريبا كده 4 كوبايات من الدقيق. ولو احتاجنا هنحط تاني، حط على الدقيق بتاعي رشة ملح، ومعايا هنا كيس من البيكنج باودر وكيس من الفانيليا عشان خاطر البيض. هبدأ دلوقتي اشيل المكونات بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. هجيب الطبق بتاعي اللي هنعمل فيه الحلوة بتاعتنا، اول حاجة هنزل بيها الزبدة او السمنة حسب اللي متوفر عندك، وممكن تستخدمي زيت اول عن اخر زي ما تحب خالص. بعد كده احط عليها نص كوباية الزيت وهقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما يفكوا بالشكل ده كده. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا في الشتاء، والزبدة او السمنة بتبقى متماسكة خالص، فانا سيحتها كده يعني عشان تفك معايا بسهولة. بعد كده احط عليها البيضة، وهقلبهم كده مع بعض كويس خالص لحد ما يمتزجوا مع بعض. هحط عليها كيس الفانيليا وهقلب كده كويس خالص. طبعا لو لسه الاول مرة تشوف القناة او جديدة فيها، ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي اول باول. وطبعا لحبايبي المتابعين اللي هم من زمان، يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. هنزل كده بكوباية السكر البودر وهقلبه كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين لحد ما يمتزجوا برضو مع بعض. مش عايزة اي سكر بودرة يكون موجود معايا بالشكل ده كده. والخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين هو بدأ يتحول لكريمة معايا. حابة تشتغلي بالعجان الكهرباء زي ما تحب خالص، بحب اسهل على الناس اللي مش متوفر عندهم العجان الكهرباء. هنزل كده بكوباية من الدقيق وعليها معلقة من البيكنج باودر، وهقلب برضو كده كويس خالص لحد ما يختفي معايا الدقيق. هنزل كده بكوباية تاني، طبعا انا منزل بالدقيق كوباية بكوباية عشان اعرف هستخدم كم كوباية. هضيف كوباية كمان،
هبدأ كده استغنى عن المضرب السلك وهبدأ اعجن كده بإيدي زي ما انتوا شايفين. هعجن كده كويس خالص بالشكل ده كده. شايفاك يا اللي لسه محطتش لايك، انزل وحط لايك بسرعة عشان الفيديو يوصل لكل الناس والكل يستفيد منه. انا كده استخدمت 3 كوبايات بس، وطبعا زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتي متماسكة ازاي وحلوة. معايا هنا الصاج بتاعي وحط عليه ورق زبدة، ممكن تدهنيه زيت وتحط عليه لو مش متوفر عندك ورق الزبدة. طبعا هاخد قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده هو، وهبدأ اكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهجيب المعلقة طبعا وهبدأ اطبعها بالشكل ده كده. طبعا زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة، ما مش محتاجة طابع ولا اي حاجة. هاخد قطعة كمان واكورها بالشكل ده كده. بصوا شكلها عامل ازاي معايا، بجد العجينة تحفة تحفة وسهلة في التشكيل. ممكن كمان تعمليها دوائر لو انت حابة، بس انا افضل ورق الشجر ده بصراحة تحفة. هعملها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا، هجيب المعلقة كده وهبدأ اطبع بالشكل ده كده. شوفوا قد دي سهلة وبسيطة، ان شاء الله تقوموا تجربيها كده هو، بجد هتعجبك وتعجب اولادك. طبعا عملت معايا كمية محترمة خالص، بصوا وشكلها بجد يفتح النفس. اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بعد ما استوت معايا، هوريكم شكلها من تحت كمان. بصوا قد ايه مستويه معايا ازاي، شكلها تحفه بجد وريحتها تحفه تحفه. طبعا هزينها هنا معايا بشوكولاته، شوكولاته خام زي ما انتوا شايفين، ومكعب زبده. هفكهم بس وهوريكم شكلها بعد كده لما نزينها. طبعا انا فكيتها بحمام ميه زي ما انتوا شايفين. هجيب البسكوتة بتاعتي كده واغمس جنبها بالشكل ده كده في الشوكولاتة، وبعد كده هطلعها تاني وهحط عليها بقى حبة تزينيها بفستق، بفول، بلوز زي ما تحب خالص، بجوز الهند اللي متوفر عندك زيني بيه. ممكن كمان تستغني عن التزيين ده خالص وتستكفي بشكلها كده، هي بجد شكلها تحفة. بصوا يا حبايبي شكلها عامل ازاي، بجد جميلة جدا جدا. لو استفدت من الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة، وتشيري لي الفيديو بين اصحابك علشان هم كمان يستفادوا من الوصفة زيك. خلاص كده يا حبايبي انا كده خلصت كل الكمية بتاعتي، التزيين بتاعها. هجيب الطبق بتاعي دلوقتي وهبدأ ارص الحلوى بتاعتي. جهز كوباية الشاي بتاعتك وانا هبعتلك شوية دلوقتي، بجد هي حلوة تحفة تحفة، ولادك هيحبوها جدا جدا. وطبعا لو قدمتها لضيوفك هيقول لك هات الطريقة بسرعة، عشان بجد هي جميلة وتستحق ان انت تجربيها. مقاديرها سهلة وبسيطة وما تعمل كميات حلوة خالص. بصوا يا حبايب الكمية اللي اتعملت معايا قد ايه، ب3 كوبايات بس من الدقيق وبيضة، ويعتبر كوباية من الزيت والزبدة. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد تحفة تحفة. وهرجع افكركم تاني باللايك، لو لسه ما عملتش لايك انزل واعملي لي لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركي فيها وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني.
يا رب الفيديو يكون سهل وخفيف على قلبكم. أتمنى ليكم مشاهدة طيبة ممتعة، واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.